من جديد برحب بيكي طبعا يا مريم وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ومن جديد طبعا بارك لك يا مريم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن معي في هذه اللحظات طبعا يعني واحد من طبعا من الاشخاص المتواجدين في النادي الاهلي، مدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي. يمكن مجهوده الكبير اللي بنشوفه منه يعني خلال السنين اللي فاتت وفي هذا الموسم تحديدا. كابتن خالد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن ببارك لك طبعا على البطوله، يمكن في اقل من 24 ساعه بطولتين دوري رجال وسيدات. الحمد لله، بنحمد ربنا على اللي احنا فيه ونقول الحمد والف حمد وشكر ليك يا رب على النعمه اللي بيديها لنا، على نعمه البطولات وعلى نعمه اللي احنا الحمد لله احنا بنتعب طول عمرنا. اتعودنا في النادي الاهلي كده، عندنا منظومه من مجلس اداره لنشاط رياضي لفنيين للعيبه. بصراحه احنا تعبنا كلنا، وانا بقول ان كل واحد عمل دوره، عشان كده ربنا بيكافئنا دايما ان احنا نقدر نكسب بطولات. نحمد ربنا تاني ونقول لاولاد يا بنات احنا مبروك، مبروك للجمهور اللي بيسبورت الفريق من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه، مبروك لكل المنظومه، ونقول لهم لسه عندنا الكتير، لسه عندنا البنات عندهم شغل كتير هو يا الرجال، لكن احنا الحمد لله التاريخ كتب على فريق الطايره ان هم ابطال مصر وافريقيا، وان شاء الله يستمروا على هذا الاداء باذن الله في القريب العاجل. فرحتك باينه يا كابتن خالد طبعا على وشك، مش شايفاك مبسوط جدا زي ما قلت لك، يمكن بطولتين في اقل من 24 ساعه. ويمكن الاسبوع اللي فات يا كابتن خالد من اسبوع بالظبط انت كملت سنتين في منصب مدير النشاط الرياضي، ما شاء الله يا كابتن، سنتين حضرتك حققت فيهم يعني طبعا مجهودك الكبير، والكل طبعا اللي متواجد في النشاط الرياضي واللاعبين والاجهزه الفنيه مجهود كبير جدا يا كابتن، الحصول على العديد من البطولات والانجازات في كل الالعاب، على صعيد كل الالعاب، سله، طايره، يد، رجال وسيدات ما شاء الله. ويمكن البطوله الوحيده اللي ما خدناش في السنتين اللي فاتوا كانت هي رجال كره الطايره الدوري، ولكن الحمد لله برضو اخدناها الموسم ده. ربنا على كده، لكن ده مش خالد العوضي، ده مجهود الناس كلها تاني، ده مجهود المنظومه كلها كامله. انا واحد جوه منظومه النادي الاهلي بعمل دوري، وكلنا بنعمل ادوارنا تاني، وعشان كده ربنا بيكرمنا. لكن هو الموضوع طبعا كله بيتعب، احنا الضغط جامد جدا على البنات الماتش ده، وانا عارف ومقدر جدا جدا هم عندهم ضغوط عاليه جدا، وقدروا يعدوا الضغط ده ان هم يقدروا يكسبوا، وهم لسه عندهم تاني، وانا عارف ان هم بس لما الدنيا كمان هتفك اكتر هيدونا وهيمتعوا الجمهور النادي الاهلي اكتر. بقول لهم شد حيلكم، مبروك، الف مبروك، افرحوا وربنا كريم. وعندنا بكره تاني هنبدا تاني استعداد لكاس مصر اللي هو في نص الشهر، وده قدر اللعيبه في النادي الاهلي، وده قدرنا كلنا ان احنا الجمهور ما بيشبعش بطولات، واحنا نفس الكلام. فان شاء الله باذن الله هنستعد من جديد تاني، ودايما الحياه بتستمر. افريقيا كمان يا كابتن ان شاء الله بعد كاس مصر، ما احنا عندنا كاس مصر بعد كده افريقيا، والعكس للولاد عندهم افريقيا بعد كده كاس مصر. لسه هم الحمد لله السنه دي مركزين كويس، الولاد الدنيا هاديه جدا عندهم، كل فرقنا الحمد لله عندنا بطولات كتيره، وان شاء الله باذن الله هيفرحوا الجمهور. وتاني بقول لجمهور النادي الاهلي افرح افرح افرح، عندك بنات وسيدات ورجال والامور كلها، ولاعيبه محترمه جدا وجاهزه محترمه جدا، افرحوا وبسطوا بيهم. وتاني بكرر، قلت كده امبارح وقلت تاني يا جماعه، اخفاق اي ماتش مش اخفاق بمعنى نيجي عليهم لو سمحتم. انا عارف السوشيال ميديا بقت صعبه جدا والنقد بقى تقيل جدا على لعيبتي، وبقول لهم لو سمحتم دايما ادوا لعيبه سبورت لاخر نقطه لاخر لحظه عشان نقدر ينتجوا، حتى لو خسرنا ماتش مفيش مشكله، لازم نعوض لغايه اخر السيزون، وده اللي اتكتب علينا. بقول لهم الف مبروك للجمهور الاهلي، افرحوا، مبروك لكل المنظومه، والحمد لله. الحمد لله يا كابتن، وواثقين طبعا في حضراتكم كلكم، وواثقين في حضرتك ويعني وفي كل لاعبات النادي الاهلي ان شاء الله الحصول على بقيه البطولات يعني لحد نهايه الموسم باذن الله يا كابتن، ومبروك تاني. الله يبارك فيك، شكرا جدا يا سلا، شكرا، ميرسي. طبعا زميلتي مريم يمكن في هذه اللحظات طبعا كان معانا الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وطبعا حديثه على الحصول على البطولتين سواء بطوله الدوري للرجال او